قد قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر صباح اليوم عدد من أصحاب السمو والمعالي، حيث أدى القسم كل من صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار. معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزير الطاقة والمعادن. معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة. معالي الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.